الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الضوابط أيضا قاعدة تقول: المستحاضة لها حكم الطاهرات. المستحاضة لها حكم الطاهرات. والمستحاضة هي من أطبق بها الدم، والاستحاضة هو ذلك الدم الذي يخرج من قعر الرحم من عرق يقال له العاذل، وخروجه ليس على وجه الصحة كالحيض، وإنما على وجه المرض، وهو الذي يسميه العامة النزيف. أنتم معي ولا لا؟ فيسميه العامة النزيف، وهو الاستحاضة، وهو الذي يتطلب من المرأة أن تعالج، أن تذهب للطبيب لخروجها عن حد الصحة. وقد فرق العلماء بين دم الاستحاضة ودم الحيض بنوعين من الفروق، باعتبار أسبابها وباعتبار صفاتها. أما باعتبار أسبابها فإن الحيض ليس سببه المرض، وإنما هو عادة وطبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل في رحم المرأة. وأما سبب خروج دم الاستحاضة فإنه مرض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحمنة: إنما هو ركضة من الشيطان، أي أوجب لك ذلك مرض، إما أن يكون سببه من الشيطان أو بسبب بعض الأخلاط أو الأمور التي أوجبت خروجه مما يعرفه الأطباء. وأما باعتبار صفاته فقالوا هناك أربع صفات. الصفة الأولى أن دم الحيض دم أسود أو يميل إلى السواد، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر كدم الجروح والعروق. الصفة الثانية أن دم الحيض دم أسود ثخين ليس بسيال غالبا، ليس من طبيعته الجريان، والذي يسميه العلماء السفح. وأما دم الاستحاضة فإنه دم خفيف رقراق سيال. الصفة الثالثة أن دم الحيض ذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فلا رائحة له في الأعم الأغلب. الصفة الرابعة أن دم الحيض لا يتجلط بعد خروجه، لأنه كان أصله متجلطا ثم سال. وأما دم الجروح فإنه يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد ويتجلط. ومعرفة الفرق بين الدمين مهم جدا، لأن كثيرا ما تشكل هذه المسألة على النساء، وسيأتينا فيها ضابط مستقل بإذن الله عز وجل. إذا علم هذا فليعلم أن المرأة متى ما كانت موصوفة بالاستحاضة فإنها تأخذ حكم الطاهرات في جميع أحكامهن من غير تفصيل، فيجوز لها أن تدخل المسجد كسائر الطاهرات، ويجوز لها أن تمس المصحف ويجوز لها أن تقرأ القرآن كسائر الطاهرات، ويجوز لزوجها أن يجامعها كسائر الطاهرات إن أطاقت نفسه ذلك. وقد كانت حمنة يجامعها زوجها، كما في سنن أبي داود وغيره. ولها أن تعتكف في المسجد أيضا كسائر الطاهرات، وقد كان بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم تعتكف معه وهي مستحاضة تثج الدم ثجا. فلا تأخذ المستحاضة شيئا من أحكام الحائض أبدا.